وخلال استعراضه لموقف التعديات على الأراضي الزراعية، شدد مدبولي على أن أي تعد جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم. كما أكد مدبولي أن الأجهزة المعنية بالدولة ستقوم بإزالة أي تعديات، فضلا عن اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة أو غيرها من صور الدعم. كما شهد الاجتماع التنويه إلى الاتفاق على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسؤولة عن التصدي لتلك التعديات. وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوري مع مخرجات اللجان المشكلة بالمحافظات لمواجهة تلك الظاهرة. من جانبه أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان حتى يتم القضاء تماما على أي تعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لمواقف التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية.